ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده شاركوا فيديو جديد في سلسلة اعرف جسمك. هنتكلم النهارده عن الحيض والتبويض عند السيد. بيحتوي المبيض بتاع الطفل حديثة الولادة على ربع مليون بويضة على الأقل، ربع مليون بويضة على الأقل. وعند سن المراهقة الذي يعتبر بداية للبلوغ الجنسي يتبقى في المبيض حوالي 10,000 بويضة. القليل منها يتم استغلاله بمعدل بويضة واحدة كل شهر خلال السنوات التي تكون فيها المرأة قادرة على الحمل. لما المرأة بتبقى قادرة على الحمل بينزل بويضة كل شهر، وخلال الفترة دي تستهلك 10,000 10,000 ايه بويضة. وكل 28 يوم بالتقريب بتنضج بويضة واحدة في إحدى المبيضين، وبالقرب من الجدار المبيض ينشأ بروز صغير يسمى حويصلة المبيض. جنب الجدار بتاعه في جزء بارز صغير بنسميه حويصلة المبيض. وعندما يصل قطر حويصلة سنتيمتر واحد فإنه ينفجر ويقذف الإيه؟ ويقذف البويضة. طبعا هيقذف البويضة هتروح فين؟ أو هذه العملية تسمى عملية وضع البويضات أو الإباضة. مش بتبيض يعني زي الفرخ، لا، الإباضة معناها ايه؟ تكون وتبدأ البويضة وتبدأ تخرج يعني، وتمر البويضة على الفور في مصب قناة ايه فالوب. بعد قصف البويضة تتحول حويصلة المبيض إلى كتلة صفراء. الحويصلة بتاع المبيض ديت بتتحول لكتلة صفراء، وهنشوف الكلام ده كله على الرسم أهو. بنهوت في الوقت الذي تنضج فيه البويضة في المبيض فإن بقايا الغشاء المخاطي تبدأ بالإفراز، زي ما هنكمل بعد كده. قلنا بقى تتحول الحويصلة بتاع المبيض إلى كتلة صفراء تسمى الجسم الأصفر، ويقوم الجسم الأصفر بإنتاج مواد كيميائية قوية تسمى هرمونات، وذلك لبضعة أيام وتختفي في حالة عدم حدوث حمل. الجسم الأصفر دوت بيطلع هرمونات. بعد كده الهرمونات دي بتختفي لو ما حصلش حمل. وضع البويضات هي جزء من سلسلة عمليات تتكرر كل شهر وتسمى الحيض. وفي كل شهر فإن الطبقة التي تكسر الرحم من الداخل وفي كل شهر فإن الطبقة التي تكسر الرحم من الداخل وهي مخاطية تصبح أكثر سمكا إلى أن تقذف البويضة خلال عملية وضع البويضات. يعني الجدار بتاع الرحم من الداخل بيبدأ يتكسي بطبقة مخاطية بتزداد سمكا كل ما الايه كل ما الميعاد بتاع نزول البويضة في قلب الرحم قرب، ولو طالت الفترة بعد كده وحصل حمل يعني. وهي مخاطية تصبح أكثر سمكا إلى أن تقذف البويضة خلال عملية وضع البويضات، وعندها يصبح غشاء المخاطي يصبح الغشاء المخاطي جاهزا. وعندنا الرسم الأولانية ديت أهو، بيقول في الوقت اللي بتنضج فيه البويضة في المبيض فإن بقايا الغشاء المخاطي تبدأ بالإفراز. مش المخاطي اللي موجود هنا، لدى قصف البويضة تبدأ الهرمونات تحريك عملية انتفاخ الغشاء المخاطي في الرسمة دي. تمر البويضة عبر قناة، احنا شايفين هنا البويضة اهي، البويضة هنا لسه موجودة في قلب الايه في قلب المبيض، هيبدأ يقذف. خلاص بدأ يتحرك البويضة، بدأت هنا المبيض قذف اهو، بدأت تتحرك في الجزء ده اهو في بداية قناة فالوب. بعد كده دخلت هنا على ايه، دخلت في الجزء اللي بعد كده في بداية ايه، بداية الرحم. وهنلاحظ ان البطانة هنا قليلة لان بنتكلم على البطانة المخاطية ديت. بعد كده البطانة المخاطية دي بدأت ايه السمكة بتاعتها تزداد وتزداد اكتر زي ما هنشوف. تمر البويضة عبر قناة وتصبح قناة فالوب سمكة جدا، قناة فالوب نفسها بتبقى ايه اكثر سمكا. الغشاء المخاطي يبدأ بالتمزيق، وفي المبيض الثاني تنضج بويضة اخرى. الغشاء المخاطي هو بيبدأ بالتمزق امتى بقى؟ لو محصلش عملية الحمل بيبدأ الغشاء المخاطي بالتمزق، وهو بتسقط الغشاء المخاطي بالتمزق وبيبدأ ينزل على هيئة دم، وده اللي بنسميه الايه البيريود او الدورة الشهرية. ويبدأ المبيض التاني في انتاج بويضة ايه اهو، المبيض التاني يبدأ يطلع بويضة تانية وتجهز ويجهز الموضوع لدورة ايه لدورة اخرى، تكرر الموضوع ده لدورة تانية. في حالة الاخصاب وتبقى
في هذا الوضع 10 أيام. يعني البويضة لما بتنزل في قلب الرحم بتتنيها جوه لمدة 10 أيام، وإذا لم يتم إخصاب البويضة خلال هذه الفترة فإن الجسم الأصفر يكف عن إفراز الهرمونات، وعندها يتمزق الغشاء المخاطي وينسكب الدم. يبقى الجسم الأصفر بيطلع الهرمونات ديت طول ما هي البويضة موجودة وجاهزة للإخصاب، عشان يخلي الجسم يبدأ يستعد لاستقبال الايه الحيوان المنوي وبدء عملية التخصيب. بعد فترة وما حصلش انه في عملية تخصيب او في حمل، بيبدأ الجسم الاصفر ده بيتوقف عن افراز الهرمون، وبالتالي يبدأ عملية تساقط او عملية هدم للي حصل. الغشاء المخاطي اللي اتكون بالشبكة الدموية القوية اللي هي بتحتضن البويضة دي بيبدأ كل ده يتهدم وينزل على هيئة الايه البيريود او الدوره الشهريه. عندها يتمزق الغشاء المخاطي وينسكب الدم والانسجه عبر المهبل، وتسمى هذه الظاهره بالحيض. وتتوقف هذه العمليه بعد عده ايام، وتبدا عمليه وضع البويضات والطمس من من جديد. دوره الحقه تستمر ما بين 19 الى 35 يوم، لكن متوسط استمراره هو 28 يوم. وخلال فترات الرشد، سن الرشد ومع ظهور الحيض، فإنه قد لا يكون منتظما، يعني في البداية مبقاش منتظم إلا أنه ينتظم مع مرور الوقت إلى دورة منتظمة. وشايفين هنا ده يعتبر ده الجدار بتاع الرحم من الداخل، بعد ما الإيه بيتملي بالسائل بالغشاء المخاطي، وغشاء مخاطي مع شبكة دموية غزيرة عشان تبدأ تغذي البويضة ديت لو حصل حمل. يلا سلام.